المعالجة ديال الأحداث الحسمة يحكمها هاجس مركزي هو إلزام كل متدخلين في التأطير القضائي لهذه العملية باحترام تام لحقوق الإنسان للحريات. وأثناء أي معالجة لأي تجاوز باحترام المساطير وباحترام قرينة البراءة. إذن هذا الحرص على الحريات وعلى الحقوق وعلى القانون توازيه أيضا الصرامة في حماية الممتلكات وفي حماية سلامة المواطنين وفي حماية استقرار البلاد. لابد أن نجد توازنا دقيقا بين هاجس الأساسي اللي هو احترام الحقوق والحريات وبين أن تكون كل المتابعات إذا كانت هناك متابعات محترمة ومستحضرة لروح الدستور مستحضرة لقرينة البراءة ومستحضرة لكل ضمانات المحاكمة العادلة. أود أن أؤكد عبر منبركم المحترم أننا سنحرص على ألا يظلم أي مواطن مغربي وألا يتعرض أي مواطن مغربي للظلم وأن كل متابعات أن تكون محترمة للقانون ومحترمة لقرينة البراءة وثم أن التعامل مع من ارتكب تجاوزا أو جرما أو كذا أن يتم بوسائل القانون في دولة القانون وعبر محاكمات عادلة تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة.